إلى المغني أيضا نأخذ جزئية يسيرة فأنا أطيل على الإخوة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام. أصر نصير ألا نختم حتى تكون موجودة. ربنا جزيع عنا خير الجزاء، أردنا أن نعلمك بذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القدامى رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: فصل. ويجوز للإمام ونائبه أن يبذل جعلا لمن يدله على ما فيه مصلحة للمسلمين، مثل طريق سهل أو ماء في مفازة أو قلعة يفتحها أو مال. يعني يبذل له جعلا، وإذا قال جعلا فالأصل في ذلك أن الجعل يكون مبهما يعني أو مجهولا، وهذا يجوز من باب التسمح، لأن العقود هنا عقود إيش؟ كل عقود الإرفاق فيها بيكون فيها التسمح، فيها في غير عقود المعاوضة، دي قاعدة كلية. كل عقود الإرفاق بتكون يتسامح فيها ما لا يتسامح في العقود المعاوضات. قال: أو عدو يغير عليه أو ثغرة يدخل منها. قال: لا نعلم في هذا خلافه، لأنه جعل في مصلحة فجاز كأجرة الدليل. فاستأجر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جعل في مصلحة فجاز كأجرة الدليل. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الهجرة من دلهم على الطريق. إذن يجوز الجعل، وأن الإمام يجعل جعلا لمن ينجز له مهمة على يعني أن يدله على حصن لأهل الكفر، أو يكون أو قطعة يجعل لهم جعلا بأنهم يتقدمون الناس فيحققون مصلحة لأهل الإسلام. فكلما كانت المصلحة لأهل الإسلام كلما كان الجعل يعني هم أحق به، لأنه احنا قلنا هذه العطية دون الغنيمة كلها دائرة عليه المصلحة. تفضل. قال: ويستحق الجعل بفعل ما جعل له الجعل فيه، سواء كان مسلما أو كافرا. يعني أول ما ينفذ المهمة يكون له الجعل. تفضل. سواء كان مسلما أو كافرا من الجيش أو من غيره، فإن جعل له الجعل مما في يده وجب أن يكون معلوما، لأنها جعالة بعوض من مال معلوم. نعم. فوجب أن يكون معلوما كالجعالة في رد الآبق. وإن كان الجعل من مال الكفار جاز أن يكون مجهولا جهالة لا تمنع التسليم ولا تفضي إلى التنازع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للسرية الثلث والربع مما غنموه وهو مجهول، لأن الغنيمة كلها مجهولة، ولأنه مما الشيخ قال: واستحق الجعل فعل ما جعل له، سواء كان مسلما أو كافرا. وهنا الكافر لا 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 سهم له من الغنيمة، ده الفارق بينه وبين المسلم. المسلم يكون له سهم من الغنيمة، والكافر لا سهم له من الغنيمة، يردخ له. هذا إذا استعمله. فإن كان جعل جعلا وأنجز المهمة فيكون له الجعل، لأنه ليس له من الغنيمة شيء، أو يكون له الأجرة اتفق عليها. قال: فإن جعل له الجعل مما في يده وجب أن يكون إيش؟ معلومة. ماشي أكمل. لما وجب أن يكون معلومة؟ لأنه دخل فيها شبهة الإيه؟ المعاوضة. كلما كان الإرفاق يتسمح فيه، إن كان فيها شيء شبيه المعاوضة فإنه لابد أن يبين حتى يكون غرر. تفضل. قال: لأنها جعالة بعوض من مال معلوم، فوجب أن يكون معلوما كالجعالة أو كالجعالة في رد الآبق. وإن كان الجعل من مال الكفار جاز أن يكون مجهولا جهالة لا تمنع التسليم ولا تفضي إلى التنازع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للسرية الثلث والربع مما غنموه وهو مجهول. نعم. لأن الغنيمة كلها مجهولة، ولأنه مما تدعو الحاجة إليه والجعالة إنما تجوز بحسب الحاجة. نعم. يعني هو بيقول إذا كانت من مال الكفار قد يتجاوز ويتسامح عنه في مسألة الجهالة، لأن أصل المال الذي سيأخذ منه هو إيش؟ مجهول. طب ولما إذا كانت مجهولة؟ لأنها مادة التنازع. لما يقال بها؟ يقال بها لوجود المصلحة الراجحة في ذلك، ولأنها تؤول إلى المعلومية. فإن كانت تؤول إلى المعلومية اغتفر الجهالة في بدايتها، والاغتفار هنا في الجهالة في البداية لوجود المصلحة الأكبر. نعم.
قال فإن جعل له جارية معينة إن دله على قلعة يفتحها، مثل أن جعل له بنت رجل عينة من أهل القلعة لم يستحق شيئا حتى يفتح القلعة، لأن جعالة شيء منها اقتضى اشتراط فتحها، فإذا فتحت القلعة عنوة سلمت إليه، إلا أن تكون قد أسلمت قبل الفتح فإنها عصمت نفسها بإسلامها فتعذر دفعها إليه فتدفع إليه قيمتها. يعني هذه الصورة أنه قال له بثينة لك، بثينة بنت عبيد لك، طيب حتى تدلنا على القلعة، فأدم عليه وأدلهم وأعطاهم كل نقاط الضعف فيها. فنقول قال له بثينة لك، متى بثينة سيأخذها؟ إذا فتحت أخذ بثينة على الشرط وأعطاه إياه. هذه الصورة الأولى، وحقه يأخذه الجعالة، هنا صارت معلومة وهو اشترط عليه في بداية الأمر. فإذا قال بثينة لك ولما دخل وجد بثينة بتصلي، جاء ياخذها يعطيها اياه، وجدها ايش؟ تصلي. يبقى هذه لا يمكن ان تدخل فين؟ في السبي. هي لا تدخل في السبي بحال من الاحوال. طب الرجل حقه وين؟ هو ادم عليه والجعال له. نقول عندما يتعذر اعطاء العين، ها لابد من البدل، صحيح كده؟ والبدل هنا هو ايه؟ القيمه. يراها. طب القيمه فين بقى؟ كيف القيمه؟ ها وهي حرة، لو كانت جارية ينظر إذا بيعت وهي جارية بكم تأخذ، بكم تباع، ويعطيه القيمة. وطبعا حقا في هذا الباب تفاوت، لكنه تفاوت إيش؟ تفاوت يسير يغتفر، تفاوت يسير يغتفر، لا سيما أن الأصل أن العقد إرفاق. يبقى يتزوجها. لا ليست لازم. تفضل شيخ. عشان هو نادر اللي عارف خبايا القلعة كده. نادر خبى، اعطيه مكان بثينة وهو سيزوجك اياه. هو كمان يقول لك، يعني هو الذي يعرف. كن بجانبي. لا تخسر نصيب. انا انصحك كن بجانبه. لا هو اللي معاه المفتاح. هو اللي معاه المفتاح. كمان. بالله خلص مع نادر شيخ. انجز معه. والله انا ما بمزحش، انجز مع هذا. والله قلبي يتقطع من شده شوقي. والله ده انا تكلمت بس في الامر فوجدته بيبتهل ابتهالات عاليه جدا. والله الجنه ان شاء الله. الجنه في الجنه في الجنه. تخلى ميلي شيخ. والله النوبه لا والله لا مثيل لهم، بالذات في الشتاء هذا. النوبه افهمني والله شيخ عالم ما بدوش بيه والله. يكون شو بعض أحسن؟ يعني إيه رأيك يا نادر؟ النوبة والله عسل سكر مربى، افهم والله غني. افهم، خذ مني النصيحة. في الشتاء البارد هذا القارس من الأهمية بمكان. تأخذ النصيحة ولا لا؟ ألا؟ يلا ايه انت بتقلب عليا نصير ولا ايه؟ يلا دي طيب. عامة حقيقة الامر اذا شرط عليه فانه يؤتي اياها، فهنا تسمح في مسألة القيمة دون ان يأخذها هي، لانه شرط عليه ذلك، لكن اسلامها ايش؟ منعها وعصمها، ولله الحمد والمنة. شوف الاسلام ماذا فعل. تفضل. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل مكة عام الفتح عام الحديبية على أن من جاءه مسلما رده إليهم، فجاء نساء مسلمات منعه الله من ردهن، ولو كان الجعل رجلا من أهل القلعة فأسلم قبل الفتح عصم أيضا نفسه ولم يجز دفعه، وكان لصاحب الجعل قيمته، وإن كان إسلام الجارية أو الرجل بعد أسرهم سلم إليه إن كان مسلما. نعم. كان مسلما، وإن كان كافرا فله قيمتهما، لأن الكافر لا يبتدئ الملك على مسلم. يعني أن المصالح لمكة عام الحديبية هو بيستند إلى ذلك، أنه على من جاء مسلما رده إليهم، فجاء نساء مسلمات منع الله من الرد. يعني معنى ذلك أنه هو بيقول إذا أنا الشرط لابد من تحقيقه، ولأن المسلمون عند شروطهم أدي الأمانة لما أتمنى رده من خانك، إلا أن يأتي مانع. فالمانع الذي يمنع لابد أن نقول حق الإسلام على أن تفي،
فنقول المانع منع من الأصل فلا يمنع من البدل. طيب إذا كانت أسلمت بعد الأسر بعدما أسلت خلاص صارت رقيقا فأسلمت ينظر هنا لا ينظر إن كان مسلما أعطيت له إن كان كافرا لا يجعل للكافرين على المؤمنين إيش سبيلا. طب ماذا يفعل الكافر؟ لا يبخس حقه يعطيه قيمته. نعم قال وإن مات قبل الفتح أو بعده فلا شيء له نعم. لأنه علق حقه بشيء معين وقد تلف بغير تفريط فات المحل. فإن فات المحل فلا حق له أنه خلاص الجعالة كانت علقت بوصف والوصف انتفى ينتفي الحكم في ذلك ولا ظلم فيها. نعم. وقد تلف بغير تفريط فسقط حقه كالوديعة وفارق ما إذا أسلم فإن تسليمهما ممكن لكن منع الشرع منه. وإن كان الفتح صلحا فاستثنى الإمام الجارية والرجل وسلم أو سلمهما صحا. وإن وقع الصلح مطلقا طلب الجعل من صاحب القلعة وبذلت أو طلب الجعل من صاحب القلعة وبذلت له قيمتهما فإن سلم يعني لو حصل مصالحة بينهما في هذا الباب وكان الشرط موجود على الفتح فإنه يلزم بإيش بالجعل اللي هو العين والعين لا يمكن أن تأتي يبقى إذن سيعطيه البدل وهو القيمة. نعم قال وإن وقع الصلح مطلقا طلب الجعل من صاحب القلعة وبذلت له قيمتهما فإن سلم إلى الإمام سلمهما إلى صاحبهما وإن أبى عرض على مشترطهما قيمتهما فإن أخذها أعطيها وتم الصلح وإن أبى فقال القاضي رحمه الله يفسخ الصلح لأنه حق قد تعذر إمضاء الصلح فيه لأن صاحب الجعل سابق ولا يمكن الجمع بينه وبين الصلح ونحو هذا مذهب الشافعي. ما معنى في هذا أنه لو طلب الصلح في هذا الباب فهو صلح كان مشروطا فإن حصل الأمر على القيمة وأخذها رضي بها تم الصلح وإلا لا صلح. دي معناها إيه؟ شوف حفظ على حقوق المسلمين. فما بالك إذا صالحنا قوما فهتكوا الأعراض. الآن هم خلاص سيفتح القلعة والشرط موجود فجاء صاحب القلعة وتصالح مع أهل الإسلام على ذلك فإذا تصالح معه يشترط عليه من الذي يشترط؟ الأمير المسلم يشترط عليه بأنه تكون هذه خرجت من الصلح يعني هناخدها. فإن قال له لا نستطيع ولكن لك إيه؟ القيمة والبدل يعرض البدل على من؟ المشروط له. طب إذا عرض عليه إن وافق تم الصلح طب إن لم يوافق تفضل. قال لصاحب القلعة أن يحصنها مثلما كانت من غير زيادة ويحتمل أن يمضي الصلح وتدفع إلى صاحب الجعل قيمته نعم. لأنه تعذر دفعه إليه مع بقائه فدفعت إليه قيمته كما لو أسلم الجعل قبل الفتح نعم. أو أسلم بعده وصاحب الجعل كافر نعم. كل ذلك يتعذر إيش التسليم. فإن تعذر تسليم العين لم يتعذر البدل وهذا إيفاء المسلمين. نعم قال وقولهم إن صاحب الجعل سابق قلنا إلا أن المفسد في فسخ الصلح أعظم لأن ضرره يعود على الجيش كله وربما عاد على أشاعد على هذه المسألة أنا أسف. قال ولصاحب القلعة أن يحصنها مثلما كان لا هذه الجزئية الأخيرة وصاحب الجعل كافر. قال وقولهم إن حق صعب ان حق صاحب مشكله هو بيقول روايه يعني وقيله ان لا يفسخ وياخذ القيمه ويرد على قول الاول ماشي قال ويحتمل ان يمضي الصلح وتدفع الى صاحب الجعل قيمته ماشي لانه تعذر دفعه اليه مع بقائه فدفعت اليه قيمته كما لو اسلم الجعل قبل الفتح او اسلم بعده يعني تعذر الاعطاء فتكون له القيمه نعم. قال وقولهم ان صاحب الجعل سابق ان حق صاحب الجعل سابق قلنا إلا أن المفسد في فسخ الصلح أعظم نعم. لأن ضرره يعود على الجيش كله وربما عاد على غيره من المسلمين في كون هذه القلعة يتعذر فتحها بعد ذلك ويبقى ضررها على المسلمين. المعنى هنا إذا قلنا بأنه الأحقية له هو لأن حق صاحب الجعل سابق على الصلح فيقدم فقلنا لو نظرنا هنا مطلب الشرع يتدخل في ذلك وهذه لمن؟ لولي الأمر فينظر فيقول الآن احنا لو نظرنا هذا حقه نعم هذا صحيح لكنه حق ايه فرض
حق فرض واحد، ولو تمسكنا به وقع الضرر عليه على المجموعة على كل المسلمين، ولأن القلعة قد تستعصي وتنشئ عداوة لأهل إيش الإسلام، ولا تفتح. لذلك قال نقدم حق الجماعة على إيش الحق الفرض، بأننا نجبره على القيمة ويتم الصلح. ماشي. ولا يجوز تحمل هذه المضرة لدفع ضرر يسير عن واحد، فإن ضرر صاحب الجعل إنما هو في فوات عين الجعل وتفاوت، يعني حتى مش في فوات الجعل، ده الفوات فوات فين؟ في عين الجعل، وله القيمة، وله القيمة في ذلك. نعم. قال وتفاوت ما بين عين الشيء وقيمته يسير. نعم. سيما وهو في حق شخص واحد ومراعاة حق المسلمين أجمعين بدفع الضرر الكثير عنهم أولى من دفع الضرر اليسير عن واحد منهم أو من غيرهم. نعم. ولهذا قلنا في من وجد ماله قبل قسمه فهو أحق به، فإن وجده بعد قسمه لم يأخذه إلا بثمنه لئلا يؤدي إلى الضرر بنقص القيمة أو حرمان من وقع ذلك في سهمه. المعنى ذلك أنه لو كانت في الغنيمة ونظر في الغنيمة فوجد ماله قبل أن تقسم له أن يأخذه، طب قسمت لا ليس يأخذ، لما؟ لأنه سيرجع بالنقص على إيش؟ على الجميع، يرجع بالنقص على الجميع. ولذلك هم يقولون يراعى حق الجماعة على حق الفرد وإن كان وقع الضرر على الفرد. لكن هذه فيها اشتراط، وش هو الاشتراط؟ ما تكلمش بهوى، اتفضل. أهو اتفضل. إيه الدرجة؟ يعني إيه الدرجة؟ أنت فهمت السؤال؟ تفكر في السؤال، بس فكر في السؤال، فكر في السؤال حبيبي، فكر في السؤال أبا. ماشي وجيز. أنا بنتكلم على ناس نقدمه على الجماعة، كيف هو ده الاستثناء؟ حسب إيش؟ هو طبعا أقول أن يكون الضرر الذي يقع عليه لا يصل إلى هلاك، إن الضرر الذي يقع عليه لا يصل إلى هلاك. والله بقى ممكن من عفى عشقا مات شهيدا، يا ولدي يا ولدي يا ولدي، ده امضاء رجل ما وضع كذاب. قال في حديث اصلا الذي قتل مات عاشقا عفى حتى مات، احب عفى حتى مات، فهو ايه شهيد. دي تجدها، ما تجدها في الاثار، تجدها عند قارئة الفنجان، وهذا لا نؤمن به. طلع هذا الحديث يا زول، طلع يا ابا، طلع يا عاشق، انا عارف انك عاشق كبير. يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.